ينضم إلينا من أجل تسليط الضوء على دوافع حملة الاعتقالات من قبل القوات الحكومية والميليشيات يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. شيخ يحيى أهلا بك. بداية، بأي حق تعتقل الميليشيات مدنيين في منطقة مكيشيفة بصلاح الدين بينهم أطفال في ظل غياب أي خطر يشكله هؤلاء؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أخي العزيز، هذا يدل على أن حكومة الكاظمي هي تستمر في نهج الحكومات السابقة من حيث الاستهداف الطائفي، وأن المنهج الإيراني المخصص لهذه الأعمال الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان ما زال فاعلا ويسير ضمن هذه الحكومة، التي كان يتصور بعض السذج أنها سوف تغير من أعمالها أو من ما تقوم به تلك الحكومات السابقة. لذلك فإن عملية الاستهداف الطائفي لهذه المناطق وعلى أيدي الحشد يعطي جليا بأن مشروع الحرس الثوري بالاستهداف لهذه المناطق وإحداث التغيير الديمغرافي ومحاولة ترحيل هؤلاء أو إجبارهم بعد أن يكونوا في السجون على ترك مناطقهم خشية من هذا الاستهداف، سواء بالاعتقال أو بالتعذيب، هذا هو الأمر الذي تسعى إليه حكومة الكاظمي، وهو استمرار لمسلسل الإجرام الذي اختطته هذه الحكومات من بعد عام 2003 ولحد هذه الساعة. نعم شيخ يحيى، استمرار الاعتقالات بذريعة تنظيم داعش لسيما في محافظة ديالى، ما الغاية منه؟ وقد أعلنت القوات الحكومية نهاية التنظيم منذ نهاية عام 2017 كما تعلم. أخي العزيز، اعتقال المدنيين والأبرياء وعلى شماعة داعش، هو هذا ليس حديثا، وبالرغم من أن الدولة المفروض أنها تملك أجهزة استخبارية ويمكن تشخيص بعض العناصر، إلا أنها لا تعمل وفق هذا المجهود مطلقا. هي تعمل بعملية استهداف طائفي في غياب أي محاسبة من قبل السلطات القضائية العراقية، التي أصبحت أيضا أداة بيد هذه الميليشيات وتشرعن لها كل هذه الأعمال الإجرامية، وغياب الصوت الحر لمنظمات المجتمع الدولي التي تعنى بحقوق الإنسان. لذلك عملية الاستهداف في ديالى هي عملية مبرمجة منذ أكثر من 17 عاما لترحيل مكون معين وإحداث التغيير الديمغرافي، سواء في ديالى وفي بعض مناطق صلاح الدين المحيطة بمدينة سامراء. نعم، حسب المعلومات فأنه في الإطار الغالب لهذه الحملات تقوم الميليشيات كرأس حربة فيها أو استلامها بشكل كامل. كيف للحكومة أن تقبل أن تقوم ميليشيا بإدارة الوضع الأمني والسيطرة على هذه المدن وترويع أهلها؟ الميليشيات كما يعلم الجميع والرأي العام العالمي والمحلي إنها أقوى من الأجهزة الأمنية، وخصوصا بعد تشريع قانون ما يسمى الحشد الشعبي، وهو نسخة ثانية عن الحرس الثوري الإيراني. لذلك الحكومة العراقية هي تعتمد على هذه الميليشيات بموجب أوامر إيرانية واضحة، وإنها غير قادرة على كبح جناح أي فصيل يحاول الخروج عن قراراتها في يوم ما، مجرد قضايا إعلامية لذر الرماد بالعيون ولخداع المجتمع الدولي بأن هناك حكومة تسعى لفرض القانون، في وقت أن الميليشيات هي المسيطر الرئيسي على كل القطاعات الأمنية والعسكرية، بل ومسيطرة على كل مفاصل الدولة العراقية. شيخ يحيى، في جانب موازن، إذا كانت القوات الحكومية تقول بالفعل إنها تريد ضبط الحدود، كيف تسمح بتسلل المواد الغذائية والزراعية إلى داخل العراق والإضرار بأهالي تلك المناطق الذين يعتمدون على الزراعة بشكل رئيس لمعيشتهم؟
أخي العزيز، مشروع الفساد الكبير الذي زكمت منه الأنوف والتي هو في كل زوايا ومفاصل الوزارات العراقية والأمنية هو من يسمح بهذا العمل، إضافة إلى أن القرار في العراق هو مرتهن بيد إيران، فهي صاحبة القرار بإرسال هذه المواد الزراعية والغذائية، وهي التي أيضا وقفت عائقا دون تطوير أي صناعة أو زراعة في العراق من أجل تصريف بضائعها الكاسدة من خلال وجود حصار عليها. لذلك هو العراق المستهلك الوحيد للمنتجات الزراعية والصناعية الإيرانية، والحكومة العراقية غير قادرة مطلقا على إغلاق الحدود، بل إن كثير من عناصر هؤلاء الحدود هم بالأساس ميليشيات ويخضعون لسلطة الحرس الثوري الإيراني. كنت معنا عبر الهاتف أمين سر مجلس الشيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.